حكمة كرم المهدية إلى الدفاع عرف كيفاش يستغلها لاعبي بناروس. كرة من الجهة اليسرى تعود لإسكندر العقربي ويعدل النتيجة. بين أنيس الترابلسي واسكندر العقربي يستغلوا بهدف من محمد علي الجيزاني والترابلسي يمضي الهدف الثاني ليه الفريق. مركز سبورتينغ عن طريق اسكندر العقربي بعد عطلة الأنور المناعي ومدربهم. الاحتجاجات تواصل. مالية اسكندر العقربي طول التنفيذ من تحت تسجيل الهدف الأول فريقه. بقية انت علي صدق. اداء فريق بنعروس تحسن واصبح هو الماسك بزمام السيطرة. محاولات جدية. الاولى ضاعت على اسكندر العقربي وقوته فوق المرمى داخل المنطقة. ثانية جهة سبورتينج بقوة. عملية منسقة تنتهي عن تامي شبشور يسدد وجلاس يحاول كورته لرش. التحذير من قسم النفطي. شوش تصوروا التعليمات باش تكون في بداية الشوط الثاني اللي يندفع أكثر بين وأيضا أيضا محاضر فرق أيضا فرق تلعب من أجل التتويج وتعودت على التتويج. صحيح كل فريق وفرق يعني صرنا الجوادي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تخرج كرة تدريجيا من الدفاع. دفاع مستقبل جابس قلنا ما فما حتى تغيير مع انطلاق هذا الشوط الثاني. بالضغط مستقبل جابس ويلعب على الهجمات المرتده لهنا شفنا تغيير حتى في المنوبي الحداد ولا يلعب على الجهه اليمين ويستفيدها حليم الدراجي اللي عنده الحقيقه توزيعات مليمتريه يستغلها كيف ما يلزم قائد الفريق بس يصنع الاخطار وكل ما يتحرك المنوبي الحداد في الاولمبي الباجي نلقاو الاخطار معناتها زوج لاعبين ممتازين قاعدين يقدموا في مستوى الهجومية للفريق ما لقاش التوازن تاعو. متصور باش يرجع كيف ما بدا اللقاء بأربعة فريق 4-4-2 أكثر عمق هجوم. فريق منظم فريق عنده لاعبين شوف الكورة كيفاش تدور سريعة. تلقى لاعبين في الأوقات الصعيبة هذه يعرفوا يجاريوا المقابلة. تعرف لاعبين أولمبي الباج معظمهم شبان عندنا لاعب ولا اثنين معناتها. الكورة من حسام النزلي في المناسبة الأولى ثم عبد العنشري ترجع الكرة لمستقبل المدرب ياخذ زمام الامور يحاول يغير في التركيبة التكتيكية للفريق. كأبها ما يكون في هذا الشوط الثاني عفوا صحيح كأبها ما يكون مستقبل جابس قاعد على نسق المباراة في هذا الشوط الثاني. اهداف موجودة من جانب ابناء جابس. ترجع الكرة استعراض هجومي قاد المستقبل الخماسي في الدقيقة 65 بعد تمهيد من مجد عامر اسكندر العقربي وضيف الهدف الخامس. ميقاسي ترشع اسكندر العقربي قطعت عليه ترجع له الكرة مرة أخرى. اسكندر العقربي حدد فريق ترجع الكرة عبد القادر الرشدي في الركنية يلعب الكرة على مستوى الخيمة الثانية راسية وعلي العياري يتسدى. لو علي العياري الكرة شكل صابر تم تعديش كرة بس الدفاع ترجع إلى العيفة شك بيسون جد عامل الخلفه دويله والراسيه والتغطيه من حسام الزرلي بس انا اخترت لكن الحكم يقول ثم مخالفه. يصعد في ليل العيفه في الكره الثابته اعاده العمليه الاخيره وقت عبد الخير ما عادش الكره جاك بيسون خاص توصل الوجود قاعد المليتي في وسط الميدان ترجع الكره مره اخرى يخرج الحارس علي العياري في التوقيت المناسب
الحارس علي العياري يخرج في التوقيت المناسب إذا الكرة صار خليفة بالهواش صار بين الكبرين بالشحة وناس وصمة كانت العقبة اليمين وقتها مزرد مش على الكرة برش عدي لعب يرفع الكرة ورأسية ومشيت بالرأس رأسية اسكندر العقرب أيسر أكثر اسكندر القصري للمستمر يسر الكرة مراد الهف مستمر الزرف يا مراد الهف خلي الأسبقية اسكندر العقرب ترجع ترجع من وسط الميدان أمير العمران لكن أو خالد المليتي بتفك الكرة أدب رجيبي ولا تمس إلى ما يخلصش الكرة تم تمريرة في اتجاه أدب رجيبي أدب رجيبي أدب رجيبي يخرج كرة لكن الدفاع منذ قليل تتلعب الكرة في وسط الميدان المستقبل جيبس سليم الزكار ثم الآن سعد بكير خليل شمام خليل شمام يحاول يلعب كرة مع محمد علي مبرا هذه في جيبس والكرة في وسط الميدان كانت من بلال بن إبراهيم ثم حليم الدراجي ما زالت العملية متواصلة للمستقبل الرياضي بجيبس بلال بن إبراهيم مرة أخرى ما زال محافظ على كرته يلعب والكرة تعود لمستقبل جيبس كرة في وسط الميدان اسكندر العقربي والرايد العمراني يخرجها لوسط الميدان ثم مراد الهبلي ثم اسكندر العقربي وأمير العمراني يعطيه كرة ممتازة العمراني خرج كرة ولا تفتني لا ثم رايح ثم إذن تبقى نتيجة 1-1 والهجوم مرة أخرى عن قبل واحد لكن الهزيمة في لوفو الذي ساحلي ثم مشاركة أفريقية متميزة بعد الكرة لصالح المستقبل الرياضي في جيبس وترجع الكرة لصالح المستقبل الرياضي في جيبس ترجع من جديد للمستقبل الرياضي في جيبس الهجوم لمستقبل جيبس كرة في اتجاه خالد المليك ثم يخلط اللعب بلال بن إبراهيم الكرة لصالح الملعب الجيبسي لكن ترجع من دفاع المستقبل الرياضي بجيبس والتماس تخرج ثم مخالفة مخالفة هذه الإعادة وهذه عملية المخالفة بالفعل ثم شيء مستوى المحور بين علي الهميمي وأكرم بن سيسي تجربة طويلة لكن مخطئ من يوسف الفوزعي يرجع الهجوم للمستقبل الرياضي بجيبس والتدخل من ترمي بيكايلو وترجع الكرة بسرعة من الحارس ستيفن الرباعي لكن من التصدي ترمي بيكايلو درامي بيكايلو حكم يقولوا لا شفنا حافظ تغيير مراكز ما بين درام شاف المدرب ربما رفع بريده انه فريق ملعب الكيبسي مركز هجوماته على الجهه اليمنى الشوط الاول وكره يوسف الفوزعي ما تعداش تعود لمستقبل الكيبس مراد الهم من الانتدابات الناجحه من القاره السمراء هذا اللعب ترجع من عبد العزيز الكيبسي ثم اسكندر العقل يلعب احمد حسني لكن قبله ياخذها زياد الشوش ثم اسكندر العقربي لخالد الوضعيه وباش يقوم بتغيير لاعب ارتكاز فكاك الكوره ربما باش يضيق اكثر مساحات على لاعبين مستقبل كاس ثم مراد الهفي اسكندر العقربي شوفوا الاتجاه شادي غراب والتدخل يبقى يوسف الفوزعي يربي يلعب على ديفايس جزئيات بسيطه الكره لصالح المستقبل الذي بيجيب اسكندر العقربي اسكندر العقربي يوزع ومراد الهذلي والكره